تماماً إلى ليم برومانا بهيلا وأحوال الطقس. بنك الاعتماد اللبناني 50 سنة بخدمة لبنان. بونسوار لكل يلي ناطرين يعرفوا طقس الويك اند، منقلكن انه نهاية الاسبوع حاملة معها امطار مش غريبة ابدا عن هالايام، وما في اي عاصفة واصلة لعنا، وطقسنا شتوي عادي. اتجاه رياح جنوبي غربي، الحرارة على الساحل بتتراوح بين ال 18 وال 19 درجة، على الجبال بين ال 4 وال 15، اما بالداخل فبتسجل الحرارة 13 درجة. رطوبة عالية على الساحل، الهواء متوسط السرعة بيقوى ببعض الأوقات، البحر معتدل والجو غائم إجمالا مع أمطار متقطعة وتلج على 1400 متر وما فوق مع توقعات بانفراجات بالليل. جولة من الجو فوق بعض المناطق وديعة اللبنانية لنشوف كيف تقصى لنهار السبت. ومننطلق من الكويشرة مع 14 درجة، 12 درجة بكور، بيت شليلة 8 درجات، فريا 6 درجات، 15 درجة بكفرعقة، بسيبة 18 درجة، عزور 14، وطقسنا غائم وممطر بكافة المناطق. مارون الراس 13 درجة كمان بكوكبة، 14 درجة بخربة أنفار، والختام بالأعمى 13 درجة. لمحة سريعة عن طقس بكرة وثلاث أيام الجايين. بكرة السبت بتسجل حرارة 19 درجة بنهار وطقسنا ممطر، بيستقر على هالشكل لنهار الأحد مع 19 درجة. نهار التنين ونهار الثلاثة بتنخفض الحرارة لل 17 درجة وبيكمل طقسنا ممطر. أما صور اليوم يلي وصلونا منكن على يوريبورت، أما عبر ويب سايت الام تي في والام تي في أب، فهني من روبير دويهي من شكة، والصورة الثانية من فادي أسعد من الأرز. ومع هالصور الحلوة منشمل لبنان، منختم نشرتنا. أنا بلاقيكن بكره.